السلام عليكم. السلام عليكم، تحياتي لكم، على ربي تكونوا بخير. فتتم العشبة مورينغا، فهي رائعة رائعة وغنية، غنية بالمعادن، غنية بالبروتينات، غنية بالفيتامينات، وهي بصراحة جد مغذية. وواحد القضية دائما تتعجبني فيها هو أنه الأحماض الأمينية، فالأحماض الأمينية تعرفوا الأسيد أميني موجودين في الجسم الأساسية، هي كاينة 20، بينما عشبة مورينغا تحتوي على 18. إذا رائعة رائعة. إذا عشان نقول لكم، فيها الكالسيوم، فيها الحديد، فيها المغنيسيوم، فيها السيلينيوم مضاد للأكسدة. في الوقت باش نقول السيلينيوم مضاد للكفركية، من الأعشاب التي تحارب الجذور الحرة. فيها فيتامين أ، فيتامين س، فيها فيتامين ك، جد مغذية للغاية. هاد العشبة أنا كنتمنى أي واحد، أي أسرة تكون ديرها في الدار وتأخذها خطرة خطرة، مرة مرة، لأنه تدخل في العلاج الوقائي وفي الطب الوقائي كيف تقولوا. إذن تحياتي ومحبتي لكم، وعلى ربي تكونوا بخير. فإلى اللقاء فرصة قديمة، كان معكم محمد الخلداوي في دقة في دقيقة. فإلى اللقاء، على ربي تبقى على خير إن شاء الله يا رب.